العندليب من قبل الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، وبالإرث العظيم للفن المصري. وكمان المتحف يستعرض قصص عن حياته وأسرار، وكمان مقتنيات خاصة للمغفور له الفنان عبد الحليم حافظ. وكذلك نتشرف كمان أن موجودين معنا الأسرة بدعوة خاصة من القيادة ومعالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ. إيه اللي حيحصل هنا كل يوم؟ اللي حيحصل هنا طال عمرك بيكون عندنا عرض استعراضي يحكي قصة حياة عبد الحليم على طريقة استعراضية، وكمان عندنا تجربة المتحف الخاص بالمقتنيات اللي أول مرة تعرض إلى الجمهور، وكمان عندنا الساحات الخارجية فيها المقاهي بتعزف ألحان الست أم كلثوم والمغفور لعبد الحليم حافظ. هو من اللمحات الجميلة اللي موجودة هنا مقتنيات لعبد الحليم حافظ وحاجات تاريخية. خلينا نبتدي من هنا، وفي صدر هذا المتحف يعني شيء تاريخي جدا، ممكن تشرح لنا؟ هنا يا طويل العمر خطاب من المرحوم عبد الحليم حافظ إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين، في حينها كان سمو أمير منطقة الرياض، وقدم له برقية تهنئة الأخ عبد الحليم حافظ المغفور له. فكل المقتنيات او الحاجات اللي قدرتوا تتحصلوا عليها قدرتوا ان انتوا تخلوها هنا عشان تبقى برضو لمسة تاريخية. خلينا نمشي برضو في المقتنيات الجميلة دي، دي حاجات حقيقية فعلا؟ صحيح نعم طال عمرك، هذه البدل اللي المغفور له كان يلبسها في افلامه في عدد من المناسبات المشهورة وعدد من الفيديوهات اللي انتشرت له. أنا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وطبعا سعيد جدا حضرتك يعني مشرف على هذا المشروع، وإحنا قلوبنا يعني بتبقى سعيدة لما نسمع أي حاجة ليها علاقة بعبد الحليم حافظ. خلينا نتعرف على ناس من عائلة الفنان عبد الحليم حافظ، نتعرف على حضرتك. محمد شبانة ابن أخوه. طبعا، إزيك أستاذ محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ايه اللي عندنا النهارده هنا؟ الحقيقه انا بشكر المملكه العربيه السعوديه ويعني على تكريم رموز الفن في العالم العربي كله، من ضمنهم طبعا عبد الحليم والسيده ام كلثوم، وبشكر معالي المستشار طبعا تركي آل الشيخ على كل الاحتفاليه الجميله دي، على العرض المسرحي الجميل، وعلى كمان المعرض المقتنيات لاول مره يتعمل بالحجم الخطير ده وعلى المستوى الجميل ده. ونعرف الناس ان عبد الحليم الحمد لله ما زال لحد الوقت يعني حاجه كبيره، ايقونه من ايقونات الوطن العربي، وكل حاجه هنا بتمثل ذكرى وحكايه وقصه يعني عن عبد الحليم. هنمشي في المقتنيات ولكن نتعرف برضو على بقيه افراد العيله. اهلا بحضرتك. انا عبد الحليم الشناوي، انا خال والدتي يبقى عبد الحليم حافظ، انا جدتي تبقى عليا شبانة اخت عبد الحليم. طبعا سعيد انه حاجه طبعا طبعا ده فخر لينا ان انا عشت بيت عبد الحليم حياتي كلها، فان السعوديه المملكه العربيه السعوديه تنقل الحدث ده بالشكل ده وتبريزنت الحاجات بالشكل المبهر ده، ده حاجه جميله جدا، ده فخر لينا. انت انا عارفك بقى لينا مع بعض حكايه ازاي؟ الحمد لله. عرف الناس بيك تاني. نور الشناوي برضو حفيد عليا شبانه واخت عبد الحليم حافظ. طيب وايه اخبار المعرض؟ شايفه ازاي؟ شايفه مقتنيات ازاي؟ يعني انا اولا بشكر المملكه العربيه السعوديه وبشكر المستشار تركي الشيخ على المجهود الرائع ده، ويعني احنا بجد فخورين وسعيدين جدا ان المعرض ده تم، وان بيكرموا اسطوره وايقونه زي عبد الحليم حافظ. تعالى بقى كبير العائله هو يشرح لنا المقتنيات، لانه ده حاجه يعني يمكن ناس قليله اللي شافت الكلام ده، ففي فرصه ان احنا نتفرج. اشرح لي حضرتك. دي بدله سمالتو من اشهر البدل، يعني معمول معموله منها قطع بسيطه جدا في العالم، وغنى بها عم حليم اي دمت حزن لا، وبعض الاغاني الطويله كتير جدا مشهوره جدا يعني. ده بعض قمصانه والبدل اللي عمل بيها فوتو سيشنز كتيره. الاحزمه بتاعته الحزام شوف الذوق بقى بتاعه يعني ده لو نزل في اي محل دلوقتي يكسر الدنيا. والكرافتات وشنطه ادويته برضو في الاول وهنا جواب رفضه من الاذاعه بقى، خلاص بقى نجم مشهور بقى وعمل ايامنا الحلوه ولحن الوفاء. هنا هوت كده رفضوه بقى من الاذاعه وحاجات كده يعني. ده بتوثق الحكايه دي يعني. حزام تاني يا ريت الكاميرات تجيب الديتيلز دي. شايفين الحزام شكله عامل ازاي يا جماعه؟ حاجه يعني ذوق، كان ذوقه عبقري. ايوه
دي بدلة سملته تاني برضو، دي برضو من الحاجات النادرة جدا وغنى بيها حفلات كتيرة جدا شهيرة. ده تكريم محافظة الشرقية لأنه عبد الحليم بنى فيها جامعة الزقازيق، عمل 5 حفلات وتبرع بأجرهم لجامعة الزقازيق، وبنى مسجد الفتح، عمل وحدة صحية برضو في الحلوات. دي ساعة عبد الحليم؟ لا، دي عاملينها كديكور بس نرجع للزمن كله يعني. إنما تاني دي بدلة عبد الحليم. دي بدلة عبد الحليم تاني، وده الفيست بتاع شارع الحب، وده ريكوردر، ريكوردر والراديو بتاعه اللي كان بالليل يسمع عليه قبل ما ينام يعني. انتوا جبتوا الحاجات دي منين؟ موجود عندنا من لحد الصابونه بتاعته، سايبينها لاخر غسله ايد قبل ما يسافر، موجوده كل حاجه. دي ساعات عبد الحليم، دي ساعاته. يا نهار ابيض على حاجه. وكمان الازرار بتاعه القمصان كده اهوت، وده تليفونه، وده الجاكيت اسباني كان بيحب هو يشتري الجلود وكده اهوت. ده فيست بتاع البروفات اللي كان بيعملها في التليفون العظيم ده. ده كان بتاع يعني 10 خطوط لقط وكده، عشان لو حصل اي حاجه مثلا نزيف بالليل ولا حاجه يلحق يدوس على الزراير يعني. طيب نكمل برضو. دي برضو بدله من البدل عبد الحليم. دي بدله من البدل، دي غنى بيها في معرض دمشق، حفله معرض دمشق سنه 76، ودي كانت اخر تقريبا حفلاته الرسميه. بعديها رجع مصر، بعد كده طلع على لندن توفاه الله. نكمل في حاجات تانية. ده التلفزيون بتاع عبد الحليم. تلفزيون أوضة نومه الخاصة. كان ألماني بقى الحاجة بخيرها زمان وكده. وكان بيتفرج عليه يعني، يشوف القناة الأولى والتانية بقى يعني، أو الأولى بس تقريبا على الزمن الجميل. نكمل ده. نكمل تاني. ده أرشيفه الصحفي عندنا بتاع حوالي مثلا 200,000 صفحة. هو كان مهتم من الفنانين هو مهتم يجمعها. أول واحد فنان في مصر تقريبا أو في العالم العربي قدر إن هو يعمل مكتب للأرشيف، يجمع كل أرشيفه في حياته وبعد ما مات. وإحنا كملنا ده آخر ميكروفون غنى بيه من في حفلة برضو معرض دمشق في سنة 76. ده آخر بلطو ارتداه، وليه صور كتيرة جدا لسه إن شاء الله هنعلقها على طول. ده الروب دي شامبر، وفي بقى حاجات تانية كتير. ده البلوفر اللي كان قابل بيه الفنانة سميرة سعيد في المغرب وكده، ووقف نصحها نصايح عن العرب وكده، وكانت طفلة صغيرة في الكورال. هنا ده حاجات بتاعت لستو أدري في فيلم الخطايا، ودي البورنيطة بتاعته اللي هو كان يلبسها. وكده هوت. هنا شوية وثائق بقى كده زي باسبور مثلا. والغريب والعجيب ان حضرتك تقرا هنا انه الباسبور بينتهي في 30 مارس سنة 77 اللي هو تاريخ وفاته. ياه. 30 مارس 77 يوم وفاته ينتهي الباسبور وتنتهي حياته. سبحان الله. ودي بقى كارنيه نادي الجزيرة وكارنيه نادي الأهلي ورخصة القيادة الدولية ودعوة مهرجان لبنان السينمائي الرابع يعني انه يحضر. طبعا يعني برضو نكمل ملابس اخرى برضو لعبد الحليم حافظ. انا سعيد انها يعني المحافظة عليها بشكل جيد يعني. الحمد لله بنحافظ عليها لان عبد الحليم احنا عايش جوانا، ما نقدرش نستغنى عنه ابدا. الحاجات دي مش بتاعتنا احنا، بتاعت كل محبيه في كل الوطن العربي، فقلنا لازم نجوب يعني. ومتشكرين جدا طبعا معالي المستشار ان هو اتاح لنا الفرصه الاولى تكون في المملكه العربيه السعوديه. دي بدله توكسيدو وغدنا بيها تقلبي في فيلم معبود الجماهير. البدله دي من ايام معبود الجماهير. وده بقى البلوفر جاكيت اللي عاش بيه يوم من عمري، فيلم يوم من عمري كله بتاع زبيده ثروت حركه لو تفتكره بيغني. ده هو فعلا اللي طلع بيه، بس طبعا ما كانش الوان فما كناش عارفين لونه ايه. لا هو ده اللي طلع بيه طول الفيلم تقريبا خالص يعني، وغنى بامر الحب الغنوه الرومانسيه الشهيره يعني. طبعا اكيد احنا سعداء جدا كمصريين، وانتوا كعائله سعيده جدا بالتكريم ده، واكيد في ناس كتير تعبت في هذا العمل يعني. الحقيقه والله، وبشكر جدا جدا المخرج الاستاذ خيري بشاره، عمل عرض جميل جدا جدا جدا، فيه شويه ممثلين مواهب شابه ان شاء الله تعجب حضراتكم جدا. نشكر شركه صله برضو انها قامت بالانتاج، ونشكر المؤلفه استاذ عزه شلبي واستاذ احمد نبيل وكل القائمين على العمل بصراحه يعني، ما قصروش ابدا وعملوا حاجات تفرح، وان شاء الله كل جمهور عبد الحليم يستمتعوا بيها على طول باذن الله. طب تعال نبص برضو على المسرح، عشان دي برضو زي ما بقول ان دي مشاهد اولى للحاجات اللي الناس هتشوفها في البوليفار. خلينا نشوف ايه الحكايه وايه الموضوع. اتفضل. طبعا احنا يعني قررنا ندخل المسرح ونشوف البروفا اللي معموله عن العندليب عبد الحليم حافظ، والاعمال المسرحيه او السينمائيه
اللي ممكن تتعمل عن الفنانين وتبقى حاجة يعني جميلة تسعدنا. وزي ما حضراتكم شايفين في مشهد من مسرحية العندليب الأسمر، حاجة جميلة، وإن احنا نشوف التكريم ده تكريم كامل، تجسيد لقصة حياة هذا الفنان العظيم والعبقري، لأنه عبد الحليم مش ملك مصر كلها، عبد الحليم يعني ملك العالم العربي كله. فزي ما بقول لحضراتكم يعني تكريم كبير وحركة فنية جميلة. وزي ما بقول لحضراتكم أنا يعني داخل بتلصص ومعايا مخرج العمل. اهلا اهلا، ازيك عامل ايه؟ ايه العظمه دي؟ الله يخليك. ازيك يا ابو سعيد؟ جدا. الله يخليك. بارك الله. شغل مسرح وسينما مع بعض؟ يعني محاولات للمزج. ايه مذاق عبد الحليم حافظ؟ انا بعشقه لان هو كون جيلي، يعني واحنا عندنا 13 14 سنه حبينا من خلال اغانيه وافلامه، يعني كنا مراهقين كل مشاعرنا من خلال. انما الفكره اكيد عجباك وانت مستمتع بيها وانت بتعملها. انا اقدر اقول ان العرض ده عم بل ساعات مثلا في حاجه غريبه وانا بشتغل بعيط. انت بتشتغل بتعيط؟ لان بعمل حاجات من قلبي قوي. بس انا شايف في مزج بين السينما والمسرح، يعني شكل جديد. يعني اعتقد يعني محاوله ان يبقى في لايف سينما على المسرح ده، اعتقد هيبقى يدي حيويه اكتر. ايه اكتر حاجه عايز تقولها في العمل ده؟ صعب ان اتكلم عن شغلي، بس هي تجربه. حاولت اعمل عرض نشط حي قوي، قاعه يعني سخ زي ما بيقولوا، وفي الاستعراض وفي الغنى وفي التمثيل وفي الكوميدي وفي التراجيدي. خلينا نشوف جزء من العمل لو سمحتم. صفيني مره وكفيني مره، ودي صفيني مره النجاح. بخطري بخطري لأمي.